نشأة أصول الفقه عند الإباضية، وما هي المميزات التي تميز الإباضية بالنسبة إلى بقية المذاهب الإسلامية في أصول الفقه؟ في أصول الفقه الإباضية القدامى كانوا يعولون في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الأسس الشرعية المستخرجة من القواعد المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف الصالح. فقد كانوا بحسهم المرهف وفهمهم الثاقب يردون العام إلى الخاص ويقضون على المطلق بالمقيد ويحكمون على المنسوخ بالناسخ ويوضحون المجمل بالمفصل. وهكذا كان شأن السلف قبل أن تكون هذه القواعد مشروحة عندهم مفصلة تفصيلا. فمن تتبع كتب السلف الصالح المتقدمين وجدها ماشية على هذا الطريق، حتى جاء بعض العلماء الذين أخذوا يبينون شيئا من قواعد أصول الفقه، ثم بعد ذلك صارت هذه القواعد تتطور شيئا فشيئا بتقدم الزمن وبمجيء العلماء الذين درسوا أصول الفقه من خلال مطالعتهم لكتب أصحاب المذاهب الأخرى. فنجد من العلماء المتقدمين بالنسبة إلى المغرب الذين عنوا بأصول الفقه الشيخ أبا الربيع سليمان بن يخلف رحمه الله تعالى، وجاء من بعده الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارقلاني الذي شرح أصول الفقه شرحا شافيا كافيا في كتابه القيم العدل والإنصاف. وهذا الكتاب نفسه تبدو فيه النزعة المنطقية التي تأثر بها الإمام أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارقلاني رحمه الله من خلال دراسته للمنطق الأرسطي. ونجد أيضا من المشارقة المتقدمين الذين عنوا بأصول الفقه الإمام ابن بركة، وكذلك الإمام أحمد بن عبد الله صاحب كتاب المصنف، وقد ألف كتابا خاصا في التخصيص في رد العمومات إلى المخصصات. وهكذا كانت دراسة أصول الفقه عند المشارقة مبعثرة، لم تكن في السابق مجموعة في كتاب واحد، وظلت الحالة تتطور من طور إلى آخر هكذا حتى وجدت الدراسة المستفيضة في أصول الفقه، ووجدت المؤلفات التي جمعت هذا الفن كشمس الأصول وشرحها المسمى بطلعة الشمس، وكذلك البحوث المستفيضة في أصول الفقه التي بحثها الإمام العالم الكبير أبو نبهان جعد بن خميس الخروص رحمه الله. ونجد أيضا علماء المغرب قد أنوا بخدمة كتاب العدل والإنصاف، فالبدر الشماخي رحمه الله اختصره ثم شرح هذا المختصر، وقطب الأئمة رحمه الله شرح الشرح في عدة مجلدات. ونجد من علماء عمان المتأخرين الشيخ عمر بن خميس أبا مالك قد عني بنظم مختصر العدل والإنصاف وسماه موارد الألطاف في شرح مختصر العدل في نظم مختصر العدل والإنصاف. والإباضية في دراستهم لأصول الفقه لم يكونوا متأثرين تأثرا مطلقا بمذهب بعينه، فهم متأثرون في بعض الجوانب بمدرسة الرأي
بمدرسة الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين يطلق عليهم أصحاب الرأي، وهم أيضا في نفس الوقت يأخذون بقواعد الإمام الشافعي في كثير من المسائل كاعتبار العام ظني الدلالة وإن كان قطعي البتن، وفي هذا لا يتفقون مع الإمام أبي حنيفة الذي يعتبر الآن قطعي الدلالة إن كان قطعي المتن، وبناء على ذلك يرى أن العام يأتي ناسخا للخاص إن كان العام متأخرا عن الخاص. ومن تدبر بحوث الإباضية في أصول الفقه علم أن لهم نزعة تستقل، تتفق أحيانا مع الإمام الشافعي وأصحابه، وتتفق في بعض الأحيان مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه أصحاب مدرسة الرأي، ويتفقون أيضا في بعض الأحيان وإن كانت أقل مع مدرسة أصحاب الحديث، وهكذا يأخذون من كل مذهب ما رأوه راجحا بالأدلة التي تثبت عندهم، سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو كانت نظرية. الآن بعد أن تبينا نشأة أصول الفقه عند الإباضية وكيف أنها لم تكن تابعة لتيار فكري معين، وإنما كانت تكمل أو تربط بين مختلف وجهات نظرها وتستفيد من المدارس كلها بدون استنكاف، فالسؤال الموالي: ما هو مدى الترابط بين أصول الفقه وأصول الدين، وكيف يعارض هذا الأصل الأصل الآخر؟ أصول الدين هي كما هو معلوم تعنى بالعقيدة الإسلامية، وأصول الفقه إنما هي كما قيل عنها قواعد إجمالية توجد في النفس ملكة لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ومما هو واضح أن الدارس لأصول الفقه مما يشترط فيه أن تكون عنده حصيلة من علم أصول الدين بقدر ما تحفظ عقيدته من التردي والانزلاق، فلا بد لدارس أصول الفقه من أن يكون مستندا إلى عقيدة في استخراجه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لأنه عندما يأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يدرك أنه ينتزع الحكم من كتاب الله تعالى، وأن ما يجده في كتاب الله تعالى إنما هو أوامر ونواهي وإرشادات موجهة إلى الجنس البشري من قبل الله سبحانه. فبإدراكه ذلك يقف موقف المتأدب أمام كتاب الله، ولا يعامل كتاب الله كما يعامل كلام غيره كلام البشر، لأنه يدرك أن كلام الله هو كلام الخالق جبار السماوات والأرض بخلاف كلام الناس. وكذلك عندما يأتي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمامها موقف المتأدب، موقف الملتزم، موقف من يعرف أنها أحكام صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ لوحي الله. فبهذا يشترط لمن درس أصول الفقه أو في من درس أصول الفقه أن تكون لديه حصيلة من أصول الدين.